سبحانه السماء بغير عمد ترونها فمن الذي رفعها من للعباد غيره ومن يدبر الأمر ويعدل المائل من يشفي المريض ومن يرعى الأجنة في بطون الحوامل من يرزق العصاة ولولا حلمه لأكلوا المزابل من ينصر المظلوم ولولا عدله لاستوى القبيل والقاتل من يظهر الحق ولولا لطفه لحكم القضاة بالباطل من الذي يجيب المضطر إذا دعاه من الذي خلقنا من الذي يطعمنا من الذي يسقينا من الذي بيده ملكوت السماوات والأرض إنه الله لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا رسول الله محمد صلت عليك ملائكة الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان لما أقبلت على الوجود مزودا بحمى الإله وآية القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العابدين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله ثم أما بعد محبة الله تعالى هي التي يرجوها العابدون هي التي يرجوها الصالحون ولم لا فليس بعد محبته شقاء فسبحانه القائل إن الله يحب المتقين فيا سعادة من أحبه الله ويا سعادة من كان في كنف الله تعالى ودائما ما نقرأ في كتاب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه فيا سعادة من رضي الله تبارك وتعالى عنه فمن رضي الله عنه فلا يشقى أبدا هذا أبو إدريس الخولاني الذي دخل أحد مساجد دمشق وأكبرها دخلها يوما ليلة فوجد رجلا يلتف الناس حوله يتساءلون ويسألون يحبونه يلتفون حوله فسأل من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل وفي اليوم الثاني خرج هذا الرجل أبو إدريس وكان من التابعين الأكابر خرج إلى المسجد مبكرا ليصلي الفجر فدخل فإذا في المسجد معاذ بن جبل فانتهى من صلاته فسلم عليه فقال والله يا معاذ إني لأحبك في الله قال أالله تحبني فيه تحبني من أجله قال نعم قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني يقول أن الله تعالى قال وجبت محبتي للمتحابين فيه هؤلاء الذين يتحابون في الله قال الله تعالى عنهم أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فنسأل الله تعالى أن نكون ممن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ثم اما بعد، ايها الاخوه الكرام، هناك من النماذج التي رضي الله تبارك وتعالى عنها والتي احبها رب العالمين واعلن ذلك في كتابه، قال الله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. تحدث عن حبه لابراهيم ولم لا، وقد اعلنها الخليل ان الله هو ربي، ولم لا وقد وقف في وجه الطغيان وكسر الاصنام، ولم لا وقد تحدى الدنيا باسرها ليعلن وحدانيه الله تعالى واحب الله ايوب، ولم لا وقد صبر على قضاء الله. قال ايوب: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، ولم لا والله يقول: انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. الله احب خديجه وكرم خديجه وسلم على خديجه، ولم لا وهي التي آوت رسول الله في بداية دعوته، آوت ساعدت أحبت ساعدته بمالها بمنصبها. ويأتي جبريل من فوق سبع سماوات يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباقة وينزل على رسول الله: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام. والله يقول لك: بشر خديجة بقصر في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب. بشر خديجة وبلغها السلام، وبلغها السلام. السلام من من؟ من الله، وهو السلام نفسه. أحبتي في الله تعالى، لا يسعنا إلا أن نذكر، يجب أن نتحاب فيما بيننا. إن كنا نريد أن نحبنا الله فعلينا أولا أن نتحاب فيما بيننا، أن نعلن العبادة الكاملة والإخلاص الكامل لله تعالى. علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نحب آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن من علامات حب رسول الله أن تحب آل بيت رسول الله، وإن من علامات ومن ثمرات حب المصطفى أن يحبك الله تبارك وتعالى. لا يسعني إلا أن أوصيكم، وقبل أن أوصيكم أوصي نفسي بتقوى الله، وأحذركم كما أحذر نفسي من عصيان الله ومخالفة أمره. خذوا من شبابكم لهرمكم، ومن صحتكم لسقمكم، ومن حياتكم لمماتكم، فوالله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. هي القناعة، فالزمها تكن ملكا، ولو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ دع الحرص على الدنيا، دع الحرص على الدنيا، وكل عايش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. غنيا كل من يقنع، فقيرا كل من يطمع. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة خير المرسلين. اللهم ارزقنا رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم توفنا مسلمين وشفع فينا رسولك محمد ومتعنا يا ربنا بلذة النظر لوجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم.